الفن له عدة أوجه، من بعد ما تعرفنا عليك كفنان بمجال تصفيف الشعر ويعني حصد نجومية بهالمجال واسمه ذائع الصيت بلبنان وبالوطن العربي، اليوم نتعرف عليك كفنان. طبعا لقاءات كثيرة كنتوا عم بتشوفوا فيها أكان بحفلات أو من خلال إطلالات تلفزيونية، مؤخرا من حوالي الأسبوعين كان له إطلالة بحرتقجي عبر شاشة الأو تي في، واليوم بيطل علينا بيوم جديد. لنقول صباح الخير للفنان جو رعد، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. ايضا بدي ارحب بسيد ابراهيم حمصي من الهيئه الاداريه بجمعيه جاد. لكل الاشخاص اللي استغربوا هلا انه شو خص جو رعد بجمعيه جاد، وليه هن اثنيناتهم على فرد فوتوي بانترفيو وحده بيوم جديد عبر شاشه الاو تي في، رح نعرف من خلالكم. بدايه يعني اخبار حلوه جايبين لنا اياها معكم ان شاء الله. طبعا انا كثير فخور انه تعاون واشتغل مع الجمعية يلي اختارتني هي وشركة سوليدير وأسواق بيروت. طبعا خبرهم شوي عن الموضوع. منيح. عم يدير الحوار عني. طيب انا بالاذن كفوا مع بعضكم انتم، اعملوا الانترفيو. ما عندي مشكله وانا بطلع. لا ما بتطلع انت بالقلب بس فيني. تسلم ابراهيم. فاذا شو اللي جمعكم سوا؟ ويعني على اساسها رح يكون في عنا ايفنت بنهار الاحد 22 الشهر، هلا ب 21 حزيران هو النهار العالمي للموسيقى. صحيح. شركة سوليدير عاملة بأسواق بيروت إيفنت كبير. نعم. بالاشتراك مع جمعية جاد، وحبوا ينقوا فنان جديد، فنان ظاهر، فنان هلأ يعني عم بيطلع بفورة قوية. نعم. فلقينا أنه الفنان جو رعد عنده فانز من 12 سنة لل 20 أو 21 سنة، وهودي الأشخاص نحن بنحب كجمعية. يعني هذا تارجت تبعكم تتخاطبون بمجال التوعية حول المخدرات. مزبوط. لقينا من خلال جو فينا نوصل هالمساج، هالفكرة كتوعية بطريقة سهلة وهينة. نعمل ريسيرش على الإنترنت، نحن عملنا ريسيرش على الإنترنت وتبين إنه هودي الأشخاص يعني عنده كلوب فانس ما الله عليه، يعني بسرعة رهيبة انطلق وكان كثير منيح. فتقرر ينعمل الايفنت مع جمعية جاد. نعم. بالاشتراك مع جو ب 22 حزيران. 22. نعم. وانا كمان اليوم بدوري بدي اهني هاي الجمعية وهالعطاء. 33 سنة من العطاء، وقد ايه عم تشتغل توعية الشباب. فهيدا الموضوع، هيدا يعني هيدا بيئتي، هيدا مجتمعي. انا مثلي مثلك مثله مثل كلياتنا، لازم نفكر باللي حوالينا. وهيدا الحملة التوعية اللي حتكون قبل الحفل حتساعد وتساهم ناس كتير ننقذهم من موضوع. نعم. المخدرات. جو خليني احكي معك هيك على صعيدك الشخصي، يعني ما بدي اكرر اسئله انطرحت عليك وبعرف يمكن ليه عم تغني. لا مش عن ليه عم تغني. خلصنا من هيدا. لا ما رح اسالك ليه عم بتغني وليه ما بعدني مشغل. ما خليني اسالك. طيب عم تحسبني على الاسئله بعد ما طرحت؟ روح علي شوي. طولت عليك. ليه عم تكلي راسي من اول المقابله؟ انت مين بيقدر يكلي؟ جو انت لما كنت بمجالك يعني مزين نساء مصفف شعرك وفور مشهور كثير، يعني ما زلت عم بقول لما كنت ببداية طريقك ومشوارك الفني. لا عندك شيء ضدي؟ ابدا بحبك بس انا ما بدي ينفهم، لانه دائما بعد انترفيو بينفهم اشياء. انا بالمجال كنت وما زلت. بمجال العمل اللي كنت. نعم. وما زلت عم بتزاول هيدي المهنه. حبك. اشتغلت كثير مع المشاهير ونحن بنعرف. نعم. والشهره بتغر. شي مره يعني انغريت، يعني الاضواء سحبتك، يعني كان عندك يمكن طندانس بانك تروح صوب المخدرات، بانه كان حدا يمكن يدلك على طريق غير الطريق السليم، اليوم لتكون انت هيك الايدول بالنسبه للشباب تا يختاروك جاد وأسواق بيروت لتكون يعني صورة عن هالشباب طالما هالقد عندك فانز وهالقد عندك شعبية؟ أول شيء أنا بدي أشكر شركة سوليدير وأسواق بيروت تحديدا لاختيارهم لألي، وإن شاء الله يا رب كون قد المهمة. بشكرك على السؤال، وعن جد توقعت غير هيك صراحة. إيه لك؟ لا يعني وأنا صغير وبكل الأوقات اليوم وبكرة ويمكن بعدين حيضل في موضوع المخدرات وهيدا العالم، الناس تيجي تغريك تقول لك جرب. لكن الحمد لله عندي عقل، الله عطيني عقل فكر فيه. وبعدين التجربة يلي رحنا شفناها عندهم. نعم. بتصور مخيفة خاصة. نعم. بيحضروها صغار. أنا بصرت بتصور أنه قطعت هيدي المرحلة أنه. نعم. جرب، لكن أكيد مرقت بهيدي التجربة. نعم. معك. نعم. جو يعني سؤال ليه؟ يعني شو اللي قدمته
لهالشبيبة اللي وصفهم وحدد أعمارهم إبراهيم، غيرك ما قدم لهم إياه، هل قد عندك نسبة فانز وعندك نسبة جمهور وبسرعة قياسية يعني فينا نقول؟ أول شيء بشكر كل الفانز يلي وصلوني لما أنا اليوم وصلت عليه أقعد مع حضرتك ومع إبراهيم. طبعا بشكر الفانز من محبتهم وبشكرهم. اليوم تخطينا المليون على الكليب بفترة كتير قصيرة، وهيدا الشيء إذا بيدل أنه أنا قدرت بالكليب البسيط المتواضع يلي ما فيه قصة لوحدي، قدرت يمكن نعبر بألوان تيابي اللي في ناس ما حبوها، بأسلوب غنائي، بكيف عم برقص، كيف وقوفك على المسرح والكوريغرافية اللي عم بتقدم حالك. يمكن هيدا الشيء اليانك حابينه لأنه شايفين فيه شيء جديد، أنه أنت اليوم جرعد متحرر إلى أقصى درجات ولا التحرر في الحدود؟ أنا مش موضوع متحرر. أنا اليوم الكليب قدمته بطبيعية ببساطة، يعني قدمته مثل ما أنا، هيدا أنا قدمت حالي مثل ما أنا، وقلت الناس حشوف إذا الناس حتحبني ويما لا. لكن طبعا يعني بلو اختبار زتيته ايه اكيد، لكن عندي حدود بالحياة، عندي لكل شيء حدود. نعم ابراهيم حمصي، يعني اخترتوا هيدي الفئة العمرية لان ما قلنا هي يمكن اكثر فئة معرضة، واذا ما انتبهنا لهم من الاساس يمكن بعدين ما بعود ينفع الندم، يصير بدنا نشيلهم من هيدي الآفة. اليوم يعني مع الفنان جو رعد بحفلته الموسيقية الغنائية، نعم، رح بتكون ليلة الاحد 22 حزيران باسواق بيروت. هل في شيء يعني من شعار معين اطلقتوه كونه عم بخاطب الشباب وعنده هالنسبة اللي حصدها من خلال مشاهدة اليوتيوب للفيديو كليب اللي نزلوا؟ هتشوف الشعارات بالحفلة إن شاء الله. حتى ما راح يخليك تحكي، ما راح يخليك تحكي. طيب خلونا شو عندنا متوفر من مواد بين ايدينا، اذا حفله الحمراء او صور يمكن يعني اللي بتخبر عن شهرته بمجال. اوكي الاوديو بنتركها للاخر مثل ما بدك، ما هيك ولا مفتتح فيها؟ طيب يلا حاطلي اغنيه، حاطلي اغنيه جديده. أوكي. هي من الحان يحيى الحسن، كلمات اسيل الفهد، توزيع وسام غزاوي، استوديو هادي شراره، اسمها انا بشهد لك اني بحبك. حاطلقها بهيدا الحفل، بحفل اسواق بيروت ان شاء الله. ولاول مره يعني بنسمع الاوديو بيوم جديد عبر الاو تي في. اللي بشكر كل مشاهدين الاو تي في، ودائما اطلالاتي لألادي معكم بتكون موفقه. وراح تتغنى لاول مره لايف بحفل 22 حزيران في حفل السهرات ان شاء الله باسواق بيروت. خلينا نسمع اوديو ان شاء الله.